السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. وفيك. شيخ مصطفى، الآن قلت للسائل أن يجوز تأخير زكاة الفطر إلى نفس يوم الفطر، إلى غروب شمس يوم الفطر. نعم، خلافا للمشهور. مكتوب إذا قبل الصلاة لا تصح، إذا بعد الصلاة لا تصح. من قال؟ بعد صلاة العيد. من قال؟ في كتب الفقه قرأتها. لا لا، إذا كنت قرأت كتب الفقه، المتأخرين فقط هم الذين قالوا المعاصرين، هم نعم. الذين استدلوا بحديث في سنده مجهول بأن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكن الحديث ضعيف، والأئمة الأربعة الفقهاء على خلافه، وعلى أنها يجوز أن تخرج ولو بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، خلافا للمشهور في أوساط الإخوة في هذه الآونة، والله أعلم.